بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ركلات جزاء مثيره جدا 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 ومباراه نوعا ما ما كانتش جيده قوي، ايطاليا بتتوج باليورو للمره الثانيه في تاريخها على حساب المنتخب الانجليزي اللي ما بيلعبش نهائيات بقاله 55 سنه، والانجليزي انتظروا 55 سنه علشان يلعبوا فاينل بطوله اوروبيه، وفعلا حصل وبيلعبوا بقى بطوله فاينل اوروبيه. واول دقيقتين لوكشو بيسجل الهدف الاول، وبنرجع ندافع بال 3 4 2 1 اللي بيلعب بيها النهارده السيد جاريث ساوث جيت، وقافلين الملعب على منتخب ايطاليا، وخلاص الفرصه جايه لنا، مش هنفرط فيها ابدا، مش هنفرط في اليورو، اليورو هترجع للمنزل، والايطاليان اتس كامينج تو روما، هي جايه لنا احنا في روما، والانجليزي يقول لك وريني بقى، انا جبت الهدف الاول وقعدت قدام الجول، هتخترق لي من على الاطراف ازاي؟ وريني بقى، انا كده كده قافلها لك بلوك شو، وقافلها لك الناحيه الثانيه بكايل ووكر، وما عندكش اي مشكله انك تلعب في العمق، العب في العمق، عندي كليفن وعندي كمان ديكلان رايس ومقفلين عمق الملعب، احنا عالم بارده وهندافع ونلعب على المرتدات برحيم وموسم مونتو وهاري كين، وهندافع بالباقي بس خلصانة. والتلال الناحية التانية عندهم مشكلة في الاختراقات، حتى التصويبات تصويبات سيئة، فالموضوع بالنسبة للطليان كان واضح ان هو لا، ايطاليا هتعاني معاناة غير طبيعية النهاردة في التعادل قدام المنتخب الانجليزي. شوط اول بيخلص من غير ولا فرصة حرفيا اون تارجت للمنتخب الايطالي، واضح ان المنتخب الانجليزي ناوي ان هي ترجع لهم بجد، ودي حاجه بتوجع البطن بالنسبه لنا احنا كمشجعين عالم كره قدم، ان الانجليز زياطين وهيقعدوا يزيطوا في البطوله دي مش 50 سنه، ده 500 سنه، فالطليان لازم يكسبوا كده وينزلوا الشوط الثاني يدوروا لهم على اي منفذ هجومي يقدروا ان هم يسجلوا الهدف الثاني. بالعكس ده انجلترا هي اللي لما نزلت بتلعب على المرتدات، ورحيم ستيلينج دونالد داك الغلابه عايز ياخد ضربه جزاء من بونوتشي باي طريقه، اللي هو ايه شكلها ترجع للهوم بجد ولا ايه؟ علشان خاطر يجي اصابه تشيزا بس شكلها كده فيها مشكله، لان تشيزا وفيراتي وجورجينيو عاملين ماتش ممتاز جدا، فلما تلاقي ان تشيزا واحد من العناصر الهجوميه المميزه بالنسبه للمنتخب الايطالي وقع، فمعنى كده انك هتعتمد على ايموبيلي وهتعتمد الناحيه الثانيه على انسيني، وايموبيلي ضايع اساسا من اول البطوله، فهو الراجل غيره ونزل مكانه دومينيك برادي، والناحيه الثانيه راح منزل فيدريكو برنالديسكي. ويلا بقى يا جماعه نعتمد بقى على الكرات الثابته والزيادات اللي بيعملها بونوتشي وكليني، القاده بتوعنا اللي كل الفرق بتلعب ايطاليا على بطء خط الدفاع بتاعنا، فاحنا بقى بنلعبهم بالقلب والروح والجرينتا اللي عند بونوتشي وكليني، وفعلا بونوتشي بيطلع يعمل واحده زياده في كره ركنيه وبيسجل هدف التعادل، ويطلع بيطلع لجمهور منتخب انجلترا، مش هتاخدوا مش هتشموها، هي جالنا عندنا روما، مش رايحه انجلترا، مش هتعدي من جنبكم خالص، انتوا اخركم وصلتوا فاينل اهو، كويس بقى استنوا بقى 55 سنه تاني وبعد كده دوروا تاخدوا البطوله ولا لا. وصلنا لان الموضوع بقى ممل نوعا ما جوه الملعب، المنتخب الايطالي بعد تغييرات انسيني رجع دافع، والمنتخب الانجليزي مسك الكوره، طبعا بجانب التغييرات بتاع جوردن هاندرسون والتغييره بتاعت جريليتشو والتغييره بتاع بياكو ساكا، المنتخب الانجليزي كان بيحاول ان هو يخلص بدري بدري، مش عايزين نوصل لضربات جزاء، احنا خلاص وصلنا الاكسترا تايم، فرقتين ما بيضيعوش كتير، كره عرضيه خطيره بيفشل دونوراما في التعامل معاها، بتشكل خطوره على مرمى المنتخب الايطالي، منتخب ايطالي بعد التغييرات مفيش اي حس ولا خبر هجومي، مش هنهاجم خالص بعد التعادل، الموضوع بالنسبه للمنتخب الايطالي خلاص الموضوع رايح لضربات جزاء، رايح لضربات جزاء، علشان خاطر وقتها نشوف التغيير الاعظم للسيد جاريث ساوث جيت. انا عندي راشفورد وسانشو بيشوطوا ضربات جزاء حلو، مين اللي قال لك لا بيشوطوا مع مانشستر يونايتد ومع بروسيا دورتموند؟ انا واثق فيهم كويس، هنزلهم في الدقيقه 117. الناحيه الثانيه اول ما شفت فلورينزي لاعب باريس قلت والله هينزل يشوط عادي، مانشيني بينزل واحد من على الدكه يشوط، اتفاجئت ان فلورينزي ما دخلش اساسا، وكنت عارف انا الاربعه او الخمسه اللي هيخشوا يشوطوا من منتخب انجلترا، هاري كين موجود جوه الملعب، قلت هاري كين هيخش، ماجواير هيخش، اثنين اللي نازلين من على الدكه هيخشوا سانشو وراشفورد، وممكن يعني رحيم ستيلينج يخش شوط، او ممكن كمان اللي يخش شوط في المنتخب الانجليزي ده لو رحيم طلع، لاني ما ركزتش رحيم طلع او مطلع، انا كنت متحمس لضربات الجزاء ان هي هتنهي البطوله العظيمه دي، فكنت قاعد اقول ممكن يدخل معاهم لوك شو، لان لوك شو اشهر لاعب في شوط، ما توقعت الساكن بس ما توقعتهاش خالص، ضربات الجزاء اول ما بدات قلت ان روما هيطلع، والناحيه الثانيه بيك فورت هيطلع، بيك فورت بيقدم ماتشات كويسه واحتمال يطلع، واحتمال الناحيه الثانيه ان روما يطلع، هنتفرج على ضربات جزاء حلوه جدا. وقد كان عزيزي اتفرجنا على واحده من اجمل وامتع السيناريوهات اللي جوه البطوله، اول ما بتخش كده بتلاقي ايه ان برادي سجل والناحيه الثانيه هاري كين سجل، بتخش تلاقي بيلوتي اللي هو نازل من على الدكه علشان خاطر انسيني تعب مش نازل عشان يقعد ضربات جزاء، الراجل بيخش بيضيع او بيتصدى ليها بيك فورت بكل تالق وبعملاقه، والناحيه
الثانيه ماجواير بيخش بيجيب الثاني. المنتخب الانجليزي كل حاجه هاديه، كل حاجه مستكنياسة، منتخب انجليزي واثق من نفسه. الثالثه بيخش بونوتشي، قلت بونوتشي هيضيع، وموضوع ان هو بيطلع لسانه المنتخب الانجليزي جمهوره ده بيك فورت هتحس نفسه وهيصد منه، بس ما حصلش. الكره حليت قوي على بيك فورت، فبيك فورت كان صعب ان هو يطلعها لحد ما بيخش ماركوس راشفورد. راشفورد بيقف دقيقتين ثلاثة كده قدام الكرة، اللي هو أشوط فين؟ أشوط فين؟ طب أشوط في النص؟ طب أشوط هنا؟ طب أشوط هنا؟ بيجي له رأي الأخير إن هو شوط الناحية اللي بيشوط على شماله، فالكرة بتيجي في العارضة، طلعت بره. بيخش المنتخب الإيطالي بعد كده فريدريكو برناردسكي بيسجل، بعدها بيخش سانشو بيضيع. خلاص بقى الموضوع اتقلب على المنتخب الإنجليزي، كورتين ضاعوا ورا بعض 3-2 للمنتخب الإيطالي. جورجيني هيخش هيعمل كده هيجيب الجون والماتش هينتهي. جورجيني بيخش وبيعمل كده، بيك فورت بيثبت مكانه، بيك فورت بيطلع، السيناريو بيرجع تاني. مين بقى الخامس اللي هيشوط عند إنجلترا؟ بياكو ساكا. ده بتاع ايه بياكو ساكا؟ بياكو ساكا بيخش بيضيع، ودوناروما بيتألق وبيكمل علشان خاطر يوصل رحلة القفاز الذهبي في البطولة. ودوناروما عامل موسم خرافي مع ميلان، يستحق ان هو ينتهي كده التتويج باليورو ويكون واحد من اهم نجوم الفريق باليورو، علشان خاطر نخلص من البطولة اللي كانت ممتعة جدا، اللي كان على البر على خاطر بالنسبة لنا ان احنا نستمتع باليورو ده. بس لقينا منتخب ازوري قوي جدا، منتخب ايطالي بيلعب 32 مباراة بماتشات اليورو بالتتويج باليورو بلا هزيمة. الله على اخلاقك يا مانشيني، انت ورجالتك ولاعيبتك يا راجل. تشيزا وقع منك، بعد كده انسيني وقع منك، اوموبيلي وقع منك من اول بطوله، ومع ذلك بتطلع بتتوج بالبطوله. بلتشاو 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 لحد الصبح. تستاهل ان هي تكون كومينج لروما احسن ما ترجع للهوم، وخلينا بقى نشوف هترجع للهوم في سنه كام. وربنا يدينا ويديكم طول العمر عزيزي، ووقتها ممكن نكمل مع بعض كده، وتعمل لايك او سبسكرايب او تعمل شير للفيديو او تعمل اي حاجه عزيزي. معلش يعني لو انتم مشجعين ايطاليا فعيب يا اسطى، انا مستني منك اللايك والسبسكرايب لا اكثر ولا اقل عزيزي.